أنا بوريكم فيديو. أيوة. يعني في سؤال أحيانا ربما تستغرب إجابته وتعجب مما يقال فيه. أعطونا الفيديو. أعطونا الفيديو يا مروان. أبو مشعل يقول أنا أريد أن أعتمر عن والدي وأنا بالخيار إما أن أعتمر عنه وتكلفني هذه العمرة 1000 ريال، ما يقارب 1000 ريال ما بين تذاكر وسكن، أو أن أتصدق بهذا المبلغ عن والدي، أيهما أفضل وأنفع لوالدي؟ نعم، الأفضل ما دام العمرة عن والده، والده كما ذكرت للسائل أنه قد اعتمر، فلا شك أن الأفضل هو أن تتصدق بهذه، عن أن تعتمر بها لوالد، أو أن تتصدق بها لفقير عن والدك أو عنك أو عنك أو عن والدك، كل هذا حسن، لكن لا مقارنة حقيقة بين الصدقة والنفع المتعدي بينها وبين الاعتمار عمن قد اعتمر، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قط ولا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن أحدا منهم قد حج أو اعتمر عن أحد سبق أن حج. والذي ثبت في حديث المعضوب، المرأة التي سألت عن والدها الذي لا يستمسك على الراحلة، أنه كان لا يستطيع أن يحج، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أحرص الناس على نفع الأحياء الذين ينفعون أنفسهم، فكيف بنفع الأموات الذين لا يستطيعون نفع أنفسهم؟ ومع ذلك ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام أنهم اعتمروا أو حجوا عن أحد بعد وفاته، وقد سبق أن حج أو اعتمر عن نفسه. بارك الله فيكم أحسن. لذلك لا مقارنة في هذه الحالة، لكن الحال لو كانت عمرة عن نفسك، أنت ستعتمر عن نفسك ب1000 ريال أو تعطي صدقة لفقير ب1000 ريال، فهذا إن كان فقير مقرب وأنت مالك محدود ما فيك كثرة ولا تستطيع أن تغطي أقاربك، لست ثريا جدا، فلا أشك أيضا أن إعطاءها للفقير هي خير من الذهاب إلى العمرة، نفعها متعدي وسد لحاجة مسلم ومسغبة إنسان يحتاج إلى المال. لكن بعض الناس تري ثراء كبير وفاحش، ليست القضية متوقفة على عمرته، فنقول اعتمر وتصدق من مالك. لكن بعض الناس يقول أنا عندي مال سأنفقه في سبيل الله، إما أن ينفق هذه 1000 في عمرة، وإما أن نعطيها أحد الأقرباء المقربين، ابن عم ولا ابن خال ولا بعض الأقارب الذين لا تجب عليه نفقتهم، فنقول الأولى أن تعطيها فقيرا لا أن تعتمر بها لنفسك. فكيف تعتمر بها بأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العمرة عن شخص قد توفي وقد سبق أن اعتمر؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوفوا يا جماعة الخير، يعني كلام الشيخ الله يسعده أحيانا يغيب علينا حقيقة. يعني أنا مثلا من من يعني زود حبي لوالدي أو والدتي ودي أعتمر عنه، ودي أروح مع أنه قد اعتمر وقد حج، يعني في حياته حج واعتمر وانتهى الأمر. طيب أنا عندي 2000 ريال ناوي أبروح أعتمر بها للوالد أو الوالدة في قبره، الشيخ الآن يقول لا، الصدقة أفضل. فما بالك لو أنت نويت لوالدك أو والدتك أو من تحب وتريد العمرة عنه أن يكون له في وقف الوداد صدقة، يعني الوقف وكفالة اليتيم. ترى الأمر والله مو بسهل. فأنا أقول ما دام الشيخ يقول التصدق أفضل، وانتبهوا ترى الشيخ واضح كلامه في قضية لمن سبق له أن اعتمر وحج، يعني واحد متوفي والده وما قد اعتمر ولا حج، لا اعتمر وحج عنه خلاص. لكن إذا عندك مال وهو سبق أن حج أو اعتمر وتريد أن تأخذ له عمره، هو الشيخ يقول الآن الأفضل الصدقة. فأنا أقول لا تحرمونهم من قضية أن يكون له نصيب في كفالة اليتيم في قبره، ثم يتفاجأ ان درجاته ارتفعت الى ان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الفردوس الاعلى. ترى المساله ما هي بسهله ولا في ابسط منها سبحان الله. ولذلك انا اقول يعني مثل هاللمسات الجميله لا نغفل عنها، نهتم لها اهتمام كامل. ووقف الوداد اعتقد انه يعني مسار جميل ويعني فرصه جميله لتحقيق مثل هذا الامر لمن نحب من أبائنا وأمهاتنا وأخواننا وأخواتنا أو حتى أصدقائنا، يعني ننطلق لأن يصلهم الخير في قبورهم. وش تقول أبو معاذ؟ أقول الشيخ حتى ركز على شيء، لابد أن نجعله معيار لعموما في صدقاتنا. يعني قال أنه نفع متعدي، لأن الدين ليس بالعواطف. العاطفة طمعا تجذبك أنك يعني تعتمر عن أبيك ولا عن أمك أو عن أحد أقاربك وكذا، لكن الشرع لا يحرص على النفع.
هذا المال الذي ستنفقه يعني نفع قاصر يعني أحيانا، وقد يكون معدوم النفع يعني فضلا عن الأجر، لكن النفع المتعدي هذا لابد أن يكون. فكذلك الأوقاف يعني مثل هؤلاء أيتام، وإذا سبق أن قلت أن هؤلاء أيتام مجهولي النسب، قال بعض العلماء أنهم أولى بالتصدق، لأن غالبا الأيتام يكون لهم أقارب ولهم ناس يهتمون بهم ويرعونهم ويتصدق، هؤلاء ليس لهم أحد. فكون الإسلام حرص على مثل هؤلاء أنك يعني من مبدأ التكافل ومن مبدأ يعني الصدقة عليهم، هم أولى من غيرهم بلا شك. من القصص العجيبة أبو عبد المحسن اللي في نفس الفتوى أحد الأئمة الكبار، أنا نسيت اسمه لكن أظنها ابن المبارك، أنشأ حج لكنه ما دخل في النسك، وكان معه قوم يعني معه حاجي معه ناس، قال فمر على سباطة قوم وكان عليها امرأة وأبنائها الصغار يعني زي اللي يسمونها الزبالة وكذا يبحثون عن أكل، فقال قد بلغتم مقصدكم، فدفع المال اللي أنشأه للحج، قال ادفعوه لهذه المرأة ورجع وما ذهب إلى الحج. وفي هذا دلالة على قضية النفع المتعدي، يعني هم صحيح أن العمل المقدمين عليه عمل حج، لكنه رأى أمر يستدعي أنه الآن في ضرر واقع، في امرأة الآن وأبنائها يحتاجون إلى هذا الخير، فدفع المال كله. ومن اللطائف يقولنا ذكر أن بعضهم قال رأيناك في الحج، كانوا يقولون له يعني عندما رجعوا قد رأيناك في الحج يا إمام، قد رأيناك في الحج يا إمام، كأنما الله جل يصدق أنه بلغ الخير الذي أراده. من تصدق ما قال، من تصدق جمع الثلاث اللي يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، اللي يتصدق بيجمع الثلاث بيتصدق، لكن اللي مثلا وحده ليه يجمع الثلاث؟ لأنه قال ولد صالح يدعو له، ما في أحد ما بيدعو لأبوه، فهذا شيء بيوجد أو علم ينتفع به. قد الصدقة هذه تبني لك ولد صالح، الصدقة هذه اللي تضعها في الوداد أو تضعها في أي وقف من الأوقاف تجمع لك الثلاث، فهذا الصدقة فيها نفع متعدي، نسأل الله ينفع بها. آمين. اللهم آمين. الله يجزاكم خير، رفع قدركم، بارك فيكم. ينمو بها منها هنا من وقف أيتام الوداد.